احنا بنحب دايما في صباح الخير يا مصر نلقي الضوء على نماذج تدينا كده امل وبهجه، ونحكي قصه من قصص بنات مصر اللي في الحقيقه هم مكافحات، قدروا ان هم يتغلبوا على حاجات كتيره جدا، اعاقات كتيره او يمكن تحديات كتيره واجهتهم. خلونا نتكلم بالذات بقى عن نموذج معانا النهارده، عن بنوته جميله مصريه تغلبت عن تحدي عندها وهي الاعاقه البصريه. حكايتنا النهارده مع اول لاعبه من اصحاب القدرات الخاصة اللي بتمارس لعبة القوس والسهم. مش بس مارست اللعبة، لا كمان دي احترافتها وتفوقت فيها وحصلت على بطولات فيها كمان. حكاية جديدة من حكايات أبطالنا. خلينا نتكلم عن منة الله عصام الدين اللي منورانا عبر الهاتف دلوقتي أو معانا على الزوم كمان. صباح الخير عليك يا منة، وأهلا بيكي في صباح الخير يا مصر. صباح النور على حضرتك، وصباح النور على أستاذ الشاذ اللي مع حضرتك، وصباح الخير على صباح الجميع. النور يا منة، يا أهلا صباح بيكي. الخير يا منة، صباح و... النور. احكي لنا يعني عن الجمال اللي انت بتعمليه، يعني ازاي عرفتي تتفوقي في لعبه في الحقيقه انا جربتها مره وما عرفتش خالص اعمل حاجه فيها، فاحكي لنا ازاي عرفتي تتفوقي فيها. سامعيني يا منى؟ تمام دلوقتي انا كنت حضرتك سامعاني كده؟ انا سامعاكي، اتفضلي. انا دلوقتي كنت رايحه النادي علشان العب فروسيه، وبعد كده شفت لعبه القوس والسهم عجبتني، فكلمت مع الكابتن وقلت له انا عايزه العب قوس وسهم، انا كفيفه، هينفع؟ راح قال لي اه هينفع، وهتشوفي بعد شهر تتمرني ازاي. انا علشان كنت حابه اللعبه وحابه جدا القوس والسهم وركوب الخيل، فأنا اتمرنت فعلا يعني وكنت منتظمة في التمرين، وبعد شهر فعلا عرفت مسكة القوس بتبقى شكلها ازاي، والسهم واقدر اطلع الريشة المختلفة واحط السهم بالطريقة السليمة واضرب وانشن. فالحمد لله فعلا بعد شهر الدنيا بقت معايا حلوة قوي، وبقيت اجيب الهدف المطلوب، وكمان يعني بقيت ابعد بالمسافة، يعني بعد ما كنت في الاول خالص انا ابتديت على 5 متر، دلوقتي بلعب على 18 متر، وباذن الله الفتره الجايه داخله على 25 متر. عاش عاش، الله ينور. هل في البدايه منا انت بتروحي الاول تشوفي موقع اللوحه والهدف اللي هتضربي عليه وبعدين تبتدي ترجعي وتعدي؟ يعني انا عايز اعرف بتحددي الاحداثيات بتاعتك ازاي؟ تمام. دلوقتي انا في بدايتي خالص فعلا كنت بروح واشوف الهدف بتاعي فين والتارجت فين وكده، وفعلا كنت بعد خطواتي وابتدي اتلمس الهدف واتلمس اللوحه كمان، وبعد كده برجع تاني. بس انا السايت بتاعي بيبقى عباره عن ستاند، لان المبصر السايت بتاعه بيبقى جوه الكوس نفسه، السايت ده اللي هو اللي بيبصوا فيه من خلال يعني مكان بيبصوا فيه من الكوس علشان ينشنوا على الهدف. انا طبعا مش هقدر ابص، فليا السايت بتاعي بيبقى عباره عن السن، ده بيبقى جنبي على ايدي الشمال لان انا ماسكه الكوس بايدي الشمال، وبيبقى فيه زي مسمار كده بحطه في ايدي بطريقه معينه، وبعد كده بشد الوتر وبضرب على الهدف. الكابتن بيظبط السايت على الهدف مره واحده، وانا بقى ببتدي يعني احط السهم وانشن واصيب الهدف باذن الله. طب منا، يعني باللي انت بتحكيه ده دي باين عليها لعبه صعبه قوي، مش باين، هي لعبه صعبه، مش باين عليها، هي لعبه صعبه فعلا. ايه الدافع ورا انك اخترتي اللعبه دي؟ اولا اللعبه يعني اللعبه واي حاجه الواحد بيعملها لو هو حاببها مش هيلاقيها صعبه. حقيقي، صح. يعني انا دايما مقتنعه بجمله لو اديتي الحاجة يعني تعملتي حاجة مع تعملتي مع الحاجة بقلبك، الحاجة هتديكي كل اللي عندها سواء جماد أو حيوان أو إنسان. ده حقيقي. فأنا حابة، يعني أنا حبيت اللعبة دي لأن اللعبة دي بتعلم الصبر والتركيز الهدوء الإصرار، لأن طبعا أنا مش من مرة واحدة بقيت أضرب حلو، لا أنا قعدت فترات، وكل مدى أنا بحب أتعلم أكتر. يعني النهارده اتعلمت حاجه، بكره اتعلم حاجه، بعده اتعلم حاجه. عظيم. فانا كل يوم بتعلم حاجه جديده، ودي بتبقى حاجه حلوه.
يعني انا حتى كمان في فتره القوس والسهم اتمرنت في روسيا فتره، بس وقفت علشان القوس والسهم، بس باذن الله هرجع له تاني ان شاء الله الفتره عايزين الجايه. بس انا نمشي دلوقتي الاثنين مع مركزه بعض، ولو في حاجة ثالثة كمان نعملها. يلا ربنا معاك. اللي طيب هي شوف انت بقى اي حاجة تانية من باذن الله. هواياتك، اي حاجة تانية انت بتحبيها كمان، استغلي وجودك في باذن النادي الله تلحش ان شاء الله وتاخدي جزء كده من وقتك تتمرني. طيب انا عايز اعرف بس انت كام مرة باذن الله. اصبتي منتصف الهدف؟ لا كتير 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 كتير، فانا ما مختلفة ما اقدرش شاء اعد الله، لان كتير فعلا برافو عليك. طيب الحمد تعليقات لله. الناس ايه يا منى؟ يعني تعليقات الناس اللي لما بتعرف انك بتتدربي او بتلعبي لعبة زي دي بيقولوا لك ايه؟ في ناس يعني لما بتسمع بس بتقول ايه ده، طب ازاي، طب كده، لما بفهمهم وبشرح لهم بيقولوا حلو كويس وكده. في ناس بتقعد تقول طب وانتي تعبه نفسك ليه؟ بقول لهم انا حابه ده، انا حابه اللعبه دي، لان اللعبه دي زي ما قلت لكم بتعلم الاصرار والصبر. دي ناس محبطة ملناش دعوة بيهم، ف نركز مع بالظبط الناس التانية. بالظبط. الناس بقى اللي بتبقى معايا في البطولات وبتشوفني وكده، الناس الاصحاء العاديين بيقولوا لا برافو ما شاء الله، والله دي حاجه كويسه. طب احنا عايزين بعد كده يعني زي ما خدنا بطولات محليه نطلع بطولات دوليه، فانا بطمح في الفتره الجايه للبطولات الدوليه. إن شاء الله يعني انا في بطوله في انجلترا المفروض في اغسطس اللي جاي، بس اخر تقديم ليها في 10 فبراير، فانا حابه جدا اشارك في البطوله دي، بس ده طبعا ليها اجراءات كتيره لازم نحاول نخلصها علشان الميعاد لو اتقفل مش هقدر اروح للبطوله. طب منى انت وعلشان كمان اشارك في البارالمبيه، انا متابعه ل يعني ابطال كتيره ورياضيين كتيره ما يقدروش يطلعوا البارالمبيه او الاولمبيه غير لما يعني يعدوا على بطولات دوليه مش بس بطولات محليه. فانا خطوه بطوله انجلترا دي تقدر تاهلني للبطوله البارالمبيه اللي جايه باذن الله، إن فانا شاء الله بتمنى ان اقدر اشارك فيها والحقها، لان بإذن قدامي الله بالظبط دلوقتي كده 3 اسابيع بس. إن شاء الله. طيب منى عايزة أسألك سؤال، يعني أنت جنب ده بتعملي إيه؟ هل بتشتغلي؟ هل بتدرسي؟ هل مكرسة كل وقتك للتمرين؟ احكي لنا كده عن وقتك بتعملي فيه إيه أكتر؟ لا بصي يعني لان كل الشغل بيبقى كول سنتر للمكفوفين، وانا مش حابه ده. انا اتعلمت تصوير بعد ما بقيت كفيفه، لان انا كنت مفطره لغايه ما اتخرجت من الجامعه. انا مفطره بعد ما اتخرجت من الجامعه. انا يعني نظري ابتدى يقل واحده واحده، فبقيت كفيفه. فبعد ما بقيت كفيفه اتعلمت بقى الكمبيوتر بالبرامج الناطقة، الأندرويد بالبرامج الناطقة، كل الكلام ده. وبعد كده رحت متعلمة تصوير. حبيت التصوير جدا على الرغم ان انا ما كنتش بحبه خالص وانا مبصرة. وكمان يعني في كذا حد لما بيجي يسمع صوتي بيقول لي منى انت صوتك اذاعي، فبيطلبوا مني حاجات ده حقيقي، اسجلها. ومخارج حروفك حلوة قوي كمان يا منى ما شاء الله، متعددة المواهب يعني، تسلم ربنا يعز والتحدي حضرتك. الأكبر كمان يا منى إنك مش مولودة فاقدة البصر، أنت فقدتي البصر على كبر، فإنك تتحدي كل هذه الإعاقات اللي كانت موجودة أو اللي كانت البعض تحديات. البعض يتخيل إن هي صعبة، لكن أنت ما شاء الله عليك يعني كل التوفيق ليكي. بنشكرك منى طلاء عصام الدين لاعبة القوس والسهم ومتعددة المواهب، شكرا جزيلا ليكي.